قرأت صحيفة العرب اللندنية أن دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي لإجراء انتخابات مبكرة أحدثت خلخلة في استقرار حكومة محمد الشيع السوداني. تقرير للصحيفة ذكر أن دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي أثبتت عمق الخلافات بين زعيم دولة القانون ورئيس الحكومة، لافتة إلى أن المالكي يريد قطع الطريق أمام السوداني لكسب ولاية ثانية. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة السوداني تحظى بدعم سياسي كبير من قبل أحزاب وفصائل شيعية أو من قبل قوى سنية وكردية، لكن المالكي يقف ضد طموحات رئيس الوزراء للبقاء في المنصب. وأضافت أنه بالرغم من نفي حكومة السودان وجود مساندة داخل الإطار التنسيقي الشيعي لدعوة المالكي، إلا أن الخلاف السياسي قد يؤدي لزعزعة استقرارها وتفكك الإطار التنسيقي.